السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف موقع جميل جدا فيه مزايا خطيرة جدا، أكتر من حاجة تحفة. هنشوف ازاي نحول النص لكلام، يعني هديله شوية كلام مكتوب وهو يبدأ ان هو يقراها لي. هقول له مثلا نيو فيديو واقول له كريت بروجكت، فانا كده بدأت مشروع جديد. في حاجات كتيرة جدا ممكن اعملها في المشروع زي ممكن نشوفها مع بعض، لكن انا هقول له دلوقتي انا عايز اوديو، واقول له تكست تو سبيتش، واروح قايل له انا عايز مثلا العربي المصري، جيب لي صوت سلمى ولا صوت شكر، خليها سلمى. وخدت بعض الكلام ورحت حاططها، ممكن اقول له بريفيو. يقول ألفت عمر سليم حامدا السميع العليم مصليا عل. طيب هقول له اد تو بروجكت، دي كانت بريفيو اول ثواني، لكن لما بتقول له اد تو بروجكت بيبدا يضيفها لك كلها. عن تجربه لما بتقول له الانجليزي بيبقى فعلا صوت بالظبط، يعني ممكن حد يتخدع فيه، لكن العربي لا لسه تمام. فممكن احط لكم رابط لحاجه فعلا عملتها كده، اديته تكست وهو بدا ان هو يقراه. يقول ألفت عمر سليم حامدا السميع العليم مصليا على الحبيب محمد وهو المصطفى وإحمد. ويحمل، يعني اخدت بالك من الفكره؟ ممكن يكون الموضوع محتاج ان انا اشكلها واظبطها قبل ما احطها. ممكن بعد كده تقول له سبتايتل. السبتايتل بيتم اوتوماتيك، دي ميزه تانية خطيره تمام. اوتو سبتايتل تمام، واقول له ان ده عربي، العربيه فين؟ العربيه مصر، واقول له كريت سبتايتل. هو يبدا ان هو ياخد يعمل بقى العكس، ان انا اديت الصوت هو بقى يكتب تمام، ولو في كلمه هو شاك فيها بيديها باللون الاحمر. فدي خاصية تانية جميلة جدا. تمام لغاية دلوقتي ماشي ماشي. وهي من الفضائل، المعادي بدل المعالي، المعادي تمام. فمحتاجة مراجعة بس، بدل ما كنت هتكتب كل حاجة لا هتبقى كلمات بسيطة.